جمعتنا مع فقرة الصحافة. مشاهدينا الكرام، نستعرض مع حضراتكم أبرز ما تناولته صحف القاهرة الصادرة لهذا اليوم أو لغاية الطبعة الأولانية على نبدأ معك شاهينز. بالضبط، خلينا نبدأ مع حضراتكم. المواقع الإلكترونية حيكون فيها مجموعة من العناوين والمانشيتات المهمة وبالتأكيد الموضوعات المطروحة على الساحة على مدار الـ 24 ساعة الماضية. هنبدأ مع حضراتكم بأهم ملامح بيانات رئيس الحكومة وثمان وزراء أمام مجلس النواب. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم هيلقي بيانا مهما أمام مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان. هيستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بيانه جميع القضايا الجماهيرية والملفات الخاصة بتنفيذ برنامج الحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بالاستثمار والتنمية، المشروعات القومية الكبرى واللي بتنفذها الدولة، أيضا برامج الحماية الاجتماعية، مشروعات الإسكان، كافة المشروعات المختلفة، واللي هيكون كل وزير متخصص في مجاله هيقوم وهيقول هذا البيان اللي هيكون فيه السياسة المتبعة في الفترة القادمة. يمكن كمان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام من المنتظر أنه يلقي كلمة أو بيان أمام المجلس في نفس اليوم بيتناول فيه استراتيجية ودور الإعلام في تنفيذ برنامج الحكومة. وأيضا دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبيان أمام المجلس بيتناول في منظومة تطوير وتحديث التعليم قبل الجامعي وسياسات الحكومة للاهتمام بالعملية التعليمية من مختلف جوانبها سواء فيما يتعلق بدعم المعلمين، تطوير مناهج نظام الثانوية العامة. كمان هيكون في طبعا بيان مهم من وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط في نفس الجلسة، هتستعرض في دور الوزارة وعلاقات مصر مع المؤسسة مع المؤسسات الدولية بشكل عام بقى، المالية والنقدية، سياسات القروض والمنح. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هيلقي أيضا بيان مهم خاص بمنظومتي الشباب والرياضة وتنظيم مصر لمونديال كأس العالم لكرة اليد اللي بتشهده مصر وبتستضيفه حاليا. دكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال هيلقي بيانا يتناول فيه تطورات إصلاح شركة قطاع الأعمال العام وكل ما يتعلق بملف شركة الحديد والصلب ومصنع سماد طلخة. الخبر اللي جاي يمكن مرتبط باللي شاهيناز ختمت بيه الخبر السابق اللي هو من بوابة أخبار اليوم، أن قطاع الأعمال بيكشف مصير العمال بمجمع الحديد والصلب بعد تصفيته. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قال إن الحكومة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2014 إصلاح مجمع الحديد والصلب وتطويره للعودة للعمل والإنتاج. وتابع وزير قطاع الأعمال إن الأزمة الرئيسية كان في إن القرارات المناسبة لم تتخذ في وقتها، فبعد أن تم دراسة أوضاع المجمع لطرح مناقصة لتطويره وتحديثه في 2015 لم تطرح المناقصة إلا عام 2017 حيث كانت أوضاع المجمع تدهورت بشكل كبير. استكمل أيضا الوزير هشام توفيق أنه بعد التأكد من عدم جدوى التشغيل والتطوير تم رفع الملف لرئيس مجلس الوزراء وتم عقد اجتماعات مطولة في هذا الشأن، وتم الاتفاق على أنه لا جدوى من المخاطرة في تطوير هذا المجمع ولا بد من تصفيته. قال أيضا وصرح أنه ليس صحيح ما يقال عن أن الدولة ستنسحب من هذه الصناعة بشكل كامل، ولكن لو تأكدت الحكومة من أن الشركة التي تدرها لا جدوى منها فالحل هو الإغلاق. نوه أيضا توفيق إلى أنه لم يأتي للوزارة وهو مكلف بالتصفية والحكومة لا تقوم بتصفية كل الشركات، واستشهد بما حدث مع شركة الدلتا للصلب اللي تم تطويرها عندما كانت تنتج 46 ألف طن بالخسارة أصبحت أيضا تنتج 500 ألف طن. ده الموضوع طبعا السائد على الساحة وكثير من التفاصيل. بتأكيد المتابعة اليوم كمان لمجلس النواب يا محمد اللي هيكون فيه بيان حول هذا الموضوع بالتفاصيل أكثر توضيحا وأكثر يعني تفصيلا عن ماذا حدث وماذا سيحدث من خطة متبعة وممنهجة للدولة بخصوص شركات قطاع الأعمال والمصانع. الأهرام القومية للأنفاق القطارات السريعة بتوفر 70 ألف فرصة عمل جديدة. في تفاصيل هذا الخبر الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق قال إن البرامج السياحية ستختلف في مصر بعد أن يتم تشغيل خطوط القطارات السريعة، وأضاف إن التكلفة التقديرية لمشروعات أو مشروع القطارات السريعة هيكلف 360 مليار جنيه، منوها أن القطار السريع سيغير شكل الخريطة العمرانية والتنموية
في مصر. وليأكد أيضا أن قطار العين السخنة العالمين سينفذ في سنتين، ونوه أن الخط سينفذ بقروض ميسرة، هناك فترة سماح 6 سنوات عند تسديد القروض، ويتم تسديد القرض على 14 سنة بفايدة منخفضة للغاية، وأن القطارات السريعة بتوفر 70,000 فرصة عمل جديدة، وأن العقد بينص على أن الشركة ستقوم بعمل الصيانة 15 سنة حتى نقوم باستلام القطارات بعد 15 سنة تعمل في الخدمة. حلو جدا. نروح بقى الى الجمهوريه، بوابه الجمهوريه، عنوان اللواء عباس كامل يؤكد لابو مازن موقف مصر الثابت تجاه القضيه الفلسطينيه. اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه قام بالزياره الى مدينه رام الله، نقل خلالها رساله من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، تضمنت التاكيد على ثبات الموقف المصري ازاء ضروره التوصل لحل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه، وحرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمه في انجاح العمليه الانتخابيه الفلسطينيه. استعرض الرئيس أبو مازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأصدر المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات، كما وجه الشكر للجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية. عقد أيضا رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل خلال الزيارة مع رئيسي جهازي المخابرات الأردنية والفلسطينية لقاء لمناقشة سبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية. طيب نروح مع حضراتكم إلى بوابة الشروق والمتابعة للقطاع الصحي. وزيرة الصحة، المجمع القومي للأمصان واللقاحات بحلوان صرح عالمي كبير. دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قالت إنها تفقدت أمس المجمع القومي للأمصان واللقاحات في حلوان لوضع اللمسات الأخيرة للمعامل البحثية، وأكدت إن المجمع سيكون صرحا عالميا كبيرا. أضافت أيضا أن المجمع سيمكن علماء مصر من البحث الترصد في الأمراض المعدية وغير المعدية، لافتة إلى أن عقد التوأمة مع المراكز البحثية والعالمية هو من أهم أولويات هذا المجمع. لفتت إلى بدء التشغيل التجريبي للمركز القومي للأمصان خلال أسبوعين، وأوضحت أنه بيضم 27 ثلاجة تبريد بسعة 1100 متر مكعب، 8 ثلاجات للتجميد حتى درجة 20 تحت الصفر، إضافة إلى أنه مميكن بشكل كامل. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعمال التجهيزات النهائية بالمجمع القومي للأمصان واللقاحات في حلوان بتكلفة وصلت إلى 142 مليون جنيه حتى الآن للوقوف على جميع الاستعدادات النهائية.